تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمسرقين من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في سرقة المواشي تنشط بإقليم بلدية مسرقين ولاية وهران. العملية جاءت بناء على شكوى تقدم بها أحد الضحايا مفادها سرقة 54 رأس غنم بمزرعته الكائنة ببلدية مسرقين. على الفور وبعد تكثيف التحريات واستغلال عنصر الاستعلام وتم اعتماد خطة محكمة من طرف أفراد الفرقة مكنت من توقيف أفراد العصابة المتكونة من 5 أشخاص يبلغون من العمر ما بين 25 إلى 35 سنة وينحدرون من ولاية وهران مع استرجاع مبلغ مالي من العملة الوطنية قدر بأكثر من 240 مليون سنتيم من عائدة بيع المواشي المسروقة وحجز هواتف النقالة. فور استكمال إجراءات التحقيق سيتم تقديم الأطراف إلى الجهات القضائية المختصة. ويبقى الرقم الأخضر 1055 وموقع البريد الإلكتروني ppgn.mdn